بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفعل أقولها مرتين، ليش؟ لأن اليوم الجو مو طبيعي بصراحة، يعني حتى قاعد أفكر إيش بقول، إيش يعني إيش الكلمات اللي تعبر عن المشاعر الجياشة من لحظة وصولي إلى موقع الاستوديو. طبعا وأنا في السهل كنت أحس إن الجو لطيف بيكون، بس أول ما طلعنا على الجبل وبالتحديد جبل أتين يعني مو طبيعي. سبحان الله، يعني سبحان الله، يعني أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله على هذه النعمة الطيبة. نسمة ولا روع، يعني ولا أروع، أجواء خريفية، الجو بارد منعش ينعنش يخليك دائما صافي الذهن. مساكم الله بالخير. مساء الخير شريفة. مساء النور عبد الله، حسست انك ما تبي تقدم صراحة. أيوة. مساء الخير لكل الأحبة المتابعين وين ما كانوا يتابعون برنامجنا من صلالة. طبعا كذا حلة جديدة وثوب جديد في حلقتنا لها اليوم بمواضيعنا وتقاريرنا المختلفة. وبالفعل الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن اليوم الجو جدا رائع، مثل ما يقولوا خقق، يعني الواحد يطلع اليوم ما البرنامج. إذن خلكم مع هذا الفاصل ورادين حتى تتعرفون على فقراتنا لليوم. يعني ألف تحية لمخرجنا اللي حاب يعيشكم الأجواء الخريفية زي ما لاحظت من خلال اللقطات الحية، وأيضا بالعمل الفني الجديد اللي انضم إلى برنامجنا من صلالة. العمل طبعا مجموعة من الشباب أشدوا هذه الأغنية، هي ملحن من الحان المرحوم الشاعر والراحل والملحن جمعان ديوان، كلمات محمد بن سعيد الحمر. أما بالنسبة للأصوات اللي أدت الأغنية اللي قاعد تسمعونها الحين في الخلفية، علي قاووق، أحمد زين وثابت المهري، كل الشكر لكم يا شباب على هذا العمل الجميل. زي ما قلنا لكم اليوم حابين نعيشكم الجو، لأن بالفعل جو رائع. اللي في العمل بعد ما تخلص إن شاء الله الدوام مر على أهلك وقول طلعتني اليوم وغدانا بيكون خارجي. الشباب نقدر نقول اللي مأجزين
استمتعوا بهذه الاجواء، واذا بتمرون عندنا حياكم الله بعد في نفس الوقت. هو الاحلى شيء يا عبد الله ان اليوم الخميس يعني بكره اجازه يعني ما حد له يعني حجه يقول لا ما اقدر. خلاص اليوم غداكم كلكم برع. طبعا اللي موجودين في العاصمه مسقط او في المحافظات والولايات نتمنى كذا انه نحن ايضا نحسسكم بهذه الاجواء الطيبه، وخاصه معظمهم يعني في هذا وقت برنامجنا يكون وقت غداهم. خلاص رادين من الدوام. اذا فقراتنا اليوم منوعه وتقاريرنا جميله، بيكون عندنا ان شاء الله تقرير فقره صلاله مع الزميل حسين جعبوب، وايضا معنا المرشد السياحي، وبتكون انا معايا ضيفه هي الدكتوره ميمونه الزجالي، وراح ان شاء الله نتحدث معها عن موضوع جدا شيق. نتمنى انكم تتواصلون معنا. ايضا معنا في الكشت اليوم بيكون معنا عازف القربه، نقول الحمد لله على السلامه، كان في البرازيل قبل فتره، يعني بنسمع مقطوعات موسيقيه على اله نقدر نقول لها حس وشجن خاص فيها في هذه الاجواء الخريفيه. ايضا عندنا تقرير يقول اهلا بك باحضان الطبيعه، اعد لنا هذا التقرير زميله محمد شحري. بيكون في كذا اجواء متنوعه لمواقع سياحيه ناكد على زيارتها والتعرف عليها. اتمنى لكم دائما من خلال برنامجنا ان نكون بالفعل دليل سياحي للمشاهد، ان كان من المواطنين الزائرين المقيمين، للتعرف على المعالم السياحيه، على المواقع السياحيه، المواقع الاثريه، وايضا اعطاء النفس حقها من الراحه، من الاستجمام، وكذلك حس التأمل. احنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين. ويغنى الهمس مرعاها وكانت اغلى انشوده المثير
والوصايف مبدعة في مدنها يا صلا له جوك الصافي المثير والوصايف مبدعة في مدنها هي عروس البحر وعيون الغدير عطارة نفحة تعبق مزنها يا نقابوس المعظم كالعالم علي الهنة وبني مجدها احنا اليوم حابين نعيشكم الاجواء الخريفيه من خلال البرنامج ونقول لكم يعني استمتعوا بهذه اللقطات الحيه والمباشره من موقع استوديو برنامج من صلاله. طبعا برنامجنا كالعاده من الساعه 2:30 الى الساعه 4 في اجواء ممتعه واليوم امتع اكيد بحضوركم ومتابعتكم وبحضور ايضا الزوار والمصورين الفوتوغرافيين الموجودين هنا ومنتشرين بصراحه في كل مكان لان الجو فعلا فعلا جميل. احنا نقول لكم اهلا بكم في برنامجنا وايضا من خلال فقراتنا ومواضيعنا. أهلا بكم في هذه المحافظة الجميلة، أهلا بكم في فعاليات مهرجان صلالة السياحة 2015، أهلا بكم أيضا في هذا الموسم الخريف بين أحضان الطبيعة. خلينا معاكم نروح لهذا التقرير ورادين لكم. محافظة ظفار وجهة سياحية فريدة تمتاز بجمال طبيعتها واخضرار جبالها وسهولها وتدفق مياهها، فهي متنفس لكل من يعشق الطبيعة والجمال وينشد الراحة النفسية. مقومات سياحية رائعة تستحق الزيارة والاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. برنامج من صلالة محمد بن بخري الشهري.
الأشياء التي تبدو صغيرة تكبر أحلامنا معا نحو عالم أفضل، فنسعى بخطى حديدة لنحقق آمالنا المشتركة، لنبني معا غدا مشرقا. المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. نلامس حياة الناس. خبرة عريقة في النقل البري والشحن، أسطول من الحافلات الفاخرة، خدمات على مدار الساعة، وجهات عديدة داخل السلطنة والإمارات واليمن، خدمات فندقية باستراحة الغافتين على طريق صلالة مسقط، نقليات الخليج، شعارنا الأمانة والسلامة. برنامج نسائم على سيارتي مازا 6 خلال برنامج مساء المهرجان بتاريخ 20 و30 من أغسطس في تمام الساعة 8:30 على تلفزيون سلطنة عمان. أرسل كلمة نسائم على الرقم 90458 لمشتركي عمان تل وأريدو، وضاعف فرصتك بالفوز. مهرجان صلالة السياحي 2015. أحبتي ما زلنا مستكملين معاكم فقرات برنامجنا من صلاة. طبعا التقرير بين أحضان الطبيعة، ونحن قلنا لكم يا هلا ويا مرحبا فيكم. اليوم الأجواء جدا طيبة منعشة جميلة، أتمنى أن اليوم ما في حد جالس في البيت، الكل برا، الكل أبغى كذا أشوفه برا. طبعا بعض اللقطات الجوية، التصوير الجوي كانت من الزميل محمد بخيت فاضل اللي كذا أتحفنا أيضا بهذه اللقطات الجوية، يعطيك العافية. وهم أيضا المبدعين دائما كذا يركزون على بعض التفاصيل الجميلة وحكايات هذا الخريف الرائع، وتسليط الضوء على المواقع الجميلة في هذه المحافظة. هناك أيضا ضيوف مثل ما عودناكم، وضيوف أجمل دائما أيضا ما يتحفون بمواضيعهم الجميلة، وأيضا من خلال دراساتهم وأيضا بحوثهم وخلال أيضا عملهم الشخصي أو عملهم الأكاديمي. معنا طبعا ضيفة جميلة جدا أيضا على شخص الدكتورة ميمونة بالدرويش الحاج الزجالية، وهي أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس بجامعة السلطان قابوس. دكتورة مرحبا بك معنا. أهلا بك أختي شريفة، أنت الأروع وأنت دائما مذيعة متألقة ما شاء الله حبيبتي، وبرنامجكم دائما هو برنامج متألق. نورتينا في برنامجنا من صلالة. وزينش اليوم هي إيش تقول؟ اليوم الجو حلو عشان أنا موجودة، وفعلا طلتك رائعة دكتورة. طبعا بحكم وجودك أيضا كضيفة شرف في حملة أخلاقي، راح نكون أيضا حوارنا عن الأخلاق بشكل عام. مفهوم الأخلاق بشكل عام دكتورة بتفاصيله المختلفة. بداية يعني نحن نعطي صورة عامة عن الحملة، ومنها بننطلق إلى الأخلاق بصفة عامة، والأخلاق وما يعتريها يعني من عوامل وظروف.
الحملة هذه تشكل يعني جات في وقت حاجة يعني، وهي تشكل حاجة من الحاجات الضرورية أن نحن نسعى إليها. الحقيقة لما دعيت إلى هذه الحملة كنت سعيدة جدا بدعوة الأخت الفاضلة نور الغسانية، وهي من وهي تشكر على هذا المجهود. الحقيقة تبني هذه الحملة من جهة اجتماعية خاصة بالمرأة هي فخر في حد ذاتها، أسعدني كثيرا. لما رسلت لي البرنامج الندوة في البداية لمراجعته والوقوف عليه، اللي أسعد كثيرا أن كثير من الجهات المهتمة بالموضوع الأخلاق كانت مشاركة في هذه الندوة، ساهمت أيضا. أي مشاركة ومساهمة. فمساهماتنا بإذن الله نحن نمثل جامعة سلطان قابوس ستكون بأكثر من أن نحن بس ضيوف شرف أو ضيوف للافتتاح، سنحاول بإذن الله إجراء دراسات بعد. جميل جميل إن شاء الله. جميل. إذن نأخذ كذا مفهوم الأخلاق أيضا. الآن صار هناك خلينا نقول أهمية الأخلاق للمجتمع. أكيد. شوفي، هو الأخلاق مفهوم ثابت. يعني أنا الأخلاق مرتبطة بالدين الإسلامي. هي مش جزء من الدين، هي أساس الدين. يعني الأخلاق أساس الدين، اللي هي يعني مبدأ أو دعامة أساسية في الدين الإسلامي. فأنا ما أقدر أقول أن الأخلاق تتطور. إذن في تحديات تحدث، لابد أن نحن ننتبه لهذه التحديات، نوقف على حثياتها، نفهمها صح على أساس أن نحن نعرف نستوعبها ونحصن الأجيال منها. أيوة. فالأخلاق مفهوم ثابت، هي طبيعة، يعني تقدر تلخصيها في كلمتين، هي الطبع أو السجية. والقرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة القلم عبر عنها بآية عندما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وأنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق في كلمتين هما الطبع أو السجية. إذن هي فعل لكن أساسها ثابت في نفس في داخل الإنسان، مبدأ. إذن هذا يخلينا نقول إنه الأخلاق هل هي مكتسبة أم بالفطرة؟ شوفي، الأخلاق ثابتة فطرية. الله سبحانه وتعالى لما خلقنا بثوابت. الأخلاق ثابتة، لكن الأخلاق لها جانبين، أخلاق حميدة وسوء الخلق. فربما سوء الخلق يكون مكتسب، لكن الأصل في الأخلاق إن هي ثابتة في نفس الإنسان، هي اللي توجه سلوكه. يعني أنا كيف أحكم على سلوك الإنسان؟ هذه أخلاق من أخلاق إسلامية أو هذه أخلاق مجتمع معين؟ إذن في دعائم داخل ثابتة في نفس الإنسان توجه سلوكه وتحكم عليه إنه هو أخلاقه حسنة أو سوء الخلق. طيب دكتورة، بغض النظر أيضا عن، دائما نحن نكرر هذه العبارة وهي أيضا من ديننا الإسلامي، أنه الدين معاملة والدين أخلاق، ونحن كمسلمين لابد أن نكون هكذا وهكذا وهكذا. الدارسين للبرمجة العصبية وللإيحاءات ولهذه العلوم دائما يقولون هناك عقل باطن وهناك عقل لاواعي، واللاواعي هو الذي أيضا يمثل شخصية الإنسان بتمركز الحاجات المكتسبة خلال مراحل حياته منذ طفولته إلى البلوغ وإلى ما لا ذلك. هذه الحاجات المكتسبة يعني كيف نحن ممكن أيضا نقضي عليها حتى لا تتمركز في عقل الإنسان اللاواعي ثم تظهر بشخصية أخرى؟ ربما هو خلق مثل ما قلتي، الله تعالى خلقنا بصفات حميدة، ولكن اكتسبنا بمرور الزمن بحسب الظروف، بحسب المشاكل، بحسب لأنه لم نخلق كلنا يعني بداخلنا مثل ملعقة من ذهب. هناك شخصيات مختلفة تؤثر فينا أيضا بحكم المجتمع. هذه الصفات يعني في الموضوع المهم في موضوعنا عندما نتحدث عن الأخلاق ونرجع إلى الأصل اللي هو الدين الإسلامي، الأخلاق الإسلامية. ما نحن لما نطلق مفهوم الأخلاق الآن، أنا وأنت نتحاور عن مفهوم عام، عن كلمة أخلاق مجردة اللي هو المفهوم العام للأخلاق، الأخلاق الحميدة. لكن الأخلاق مرتبطة بالعبادة، الأخلاق مرتبطة بالمعاملات، الأخلاق مرتبطة بالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل المؤمنين إيمانا قال أحسنهم خلقاً. إذن الأخلاق ثابتة. التراكمات إحنا كتربويين، إذن عندنا الأشياء النفسية والتراكمات النفسية اللي ذكرتيها في علم النفس ومبادئ، ربما تكون دي نظريات ومبادئ تم دراستها ولها مبرراتها، لكن ما نخلط بين الخلق والصفة. الصفة شيء عارض، يعني ممكن يطلع تصرف من شخص مؤقت
هذه ما تعتبر أخلاق. الأخلاق ثابتة يتم استدعائها فجأة بدون تفكير. إذا أنت دكتورة تقولين أن الصفات المكتسبة بحكم ظروف معينة لا تؤثر أيضا في الخلق الثابت في نفس الإنسان. هذه تحديات. تحديات. أيوة. هذه تحديات فرضتها تطورات وفرضتها العصر. يعني أنا ما أقدر أقول أن الأخلاق تتطور بتطور العصر. لا، الأخلاق تواجه تحديات. يعني أنا في الماضي كانت القيم ثابتة والأخلاق ثابتة لأن الدين هو المهيمن. نعم. صح؟ صح. كان في دين، كان في رجال دين، كان في علماء، كان في مجتهدين. فخلاص هم هذيلا كانوا المهيمنين. بعد الحرب العالمية الثانية، إذا بغينا نحدد بتواريخ معينة، بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت المفهوم الأخلاق. بدأت تدخل عليها تطورات، وهذه التطورات بدأت في الدول الغربية، في أوروبا، في أمريكا. لكن الآن ما في فرق بيننا وبينهم. إذن التطور حصل والأحداث جارية، ونحن ما نقدر نمنع. إذا الأحداث التي جرت يعني والتحديات هذه أيضا التي نتجت من خلال تغييرات العالم سواء سياسية أو غيرها، خلينا نقول هل للعمل أخلاق؟ هل للسياحة أخلاق؟ هل أيضا لشبكات التواصل أخلاق؟ خلينا أيضا الأخلاق نأخذها بمفهومه الأصلي في معاملاتنا أيضا من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال شبكات الإلكترونية، أيضا من خلال العمل، من خلال أيضا السياحة. أكيد. شوفي، العمل لابد أن الأخلاق جزء منه. القيمة الخلقية، القيم والأخلاق هي اللي توجه عملي. حسب القيمة اللي داخلي والأخلاق أنا بشتغل. إذن هذه موجهات للعمل. وكل عمل له أخلاقيات، وهذا حديث يطول الكلام فيه، يعني ما موضوع أن احنا نفصله بالتفصيل. لكن اللي نقدر نلخصه في الموضوع أن نحن نذكر أن العامل لا أخلاقيات، وطبيعة العمل نفسه لا أخلاقيات، ورب العمل المسؤول عن العمل لا أخلاقيات. جميل. فهذا جانب. أما ما ذكرتي قبل شوية اللي هي تحديات على الأخلاق، هذه هي اللي نحن لازم نوقف عليها. أيوة. فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، الآن أنا كيف أقدر أتعامل مع هذا الوضع؟ ما هو وضع خلاص أنا السيطرة، يعني أنا ما أقدر أمنعه مثل ما تقولي، لأن هذا بيأثر على الأخلاق. خلاص العالم أصبح قرية واحدة. تمام. الحين أنا وأنتي نتحاور في هذا السهل الجميل، لكن ممكن يعني العالم كله يشوفنا. لو عندنا أصدقاء في آخر نقطة في الأرض، ممكن نتصل فيهم ونخليهم يتابعوا اللقاء. صحيح. إذن الآن نحن نبحث عن كيفية العلاج. خلاص هذا مثل المريض اللي مرض، الحين أنا أدور كيف أعالج، ما أعاتبه لأنه مرض. يعني أنا ما أعاتب المريض أو كيف اكتسب المرض أو كيف اكتسب المرض. خلاص أنا ما أحنا حالة، الحين الحالة نشبهها مثل الطبيب. الطبيب اللي جاء مريض كيف يتعامل مع المرض؟ خلاص يدور العلاجات، لكن أنه هو يسأل المريض ليش مرض، ومن وين جبت هذا المرض، وكيف جاك هذا المرض. هو فعلا يعني حتى الملاحظ انه صارت شبكات التواصل الاجتماعي، يعني مثلا على تويتر، فيسبوك، الانستغرام، في ناس ربما لا يحبوك ويعلقون عليك بسلوكيات معينه. يعني ابسط شيء، اذا ما تحبني لا تتابعني، او بس لا تغلط علي مثلا، يعني او انك ترد بشيء غير اخلاقي. اذا نحن بغينا نتكلم عن شبكات التواصل الاجتماعي بالذات وعلاقتها بالاخلاق، إذن أنا أتكلم عنها من جانبين. أنا ما أقدر أقول إن هي سلبية أو كلها سلبيات. شبكات التواصل الاجتماعي أخلاقيا تخليني أنفتح على العالم، أطلع عليهم، أخذ فكرة عن تجاربهم. يعني شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تخليش تعرفي كل اللي يدور في العالم، تأخذي فكرة، وبالتالي أنت في أحكام تبنيها. كيف تعرفي تتصرفي كيف لكن السلبيات اللي فيها هي اللي المفروض نحن نواجهها. نعم. طيب دكتورة، كسؤال أخير بس معلش مخرجنا، السياحة، لما نقول إنه للسياحة أخلاق، لنعطي كذا أيضا من خلال هذا البرنامج ما هي أخلاق السياحة، ونحن موجودين في محافظة أيضا تزخر بالعديد من المواقع الجميلة، وندعو الناس أيضا أنهم يأتون كزوار، كمقيمين، كموجودين أيضا من أبناء البلد. شوفي، الدين الإسلامي وضح أخلاقيات للسياحة قبل منظمة السياحة العالمية، قبل ميثاق أخلاقيات السياحة اللي صدر من منظمة السياحة العالمية عام 99، ما هو أقر ميثاق السياحة العالمية، وهذا الميثاق موجود وممكن الاطلاع عليه على موقع المنظمة العالمية للسياحة. لكن نحن كقيم، كأخلاق إسلامية،
نفوق هذه أو نسبقها. إذا ميثاق أقر في 99 ونحن عندنا ديانات نزلت في الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، يعني الأخلاق موجودة من الديانات السابقة حتى، فاهمة؟ فالسائح كيف يتعامل مع المكان السياحة وكيف هو يعطي صورة عن نفسه. الأخلاق ما شخصية، يعني أنا أخلاقي مش شخصية لي أنا، الأخلاق هذه قيم كيف تخليني أنا توجه لي سلوكي، كيف أتعامل مع نفسي ومع الآخرين ومع ربي. فإذا كان سايح كيف أنت تحكمي عليه من سلوكه؟ هذا يعطي انطباع. إذا كان داخل البلد داخل المحافظة أنا أقدر أحكم من طريقة التصرف على أهل منطقة معينة. فكل واحد أو أيضا من خلال جلوسه في المكان يراعي هالموضوع. لو أنت عرفتي أن هذا الشخص جلس في مكان حافظ على الطبيعة، جلس بطريقة مهذبة، راعي حقوق المكان اللي هو يجلس فيه، وأن في ناس ثانية بتجي. نحن تعرفي لو كل سائح التزم بالموضوع الأخلاقي، الدولة هذه بتوفر كثير من التكلفة. كثير. يعني وإحنا خلال هاليومين ونحن ندور ما شاء الله، يعني نحن يعني نستغل الفرصة ونشكر المسؤولين في هذه المنطقة أكيد. على الخدمات السياحية اللي نحن جالسين نشوفها وتتطور كل يوم. يعني هذه طبعا يعني شكر لبلدية الظفار ولأيضا المسؤولين والقائمين طبعا في المهرجان. يعني أصبح العامل منتشر، لو كان كل واحد حتى الفجر تشوفينا. أيوة لا بس أنا كلامي لو تمثلت ذي الأخلاق في كل شخص كان الدولة وفرت كثير. ثمن الرواتب اللي تنصرف على هذه كل عدد العمال اللي نحن نشوفهم في أقصى نقطة جبل والعامل موجود فعلا فعلا. طبعا الدكتورة الحديث عن الأخلاق كمفهوم أيضا كسلوك للفرد المسلم وغير المسلم، خلينا نقول لأنه في النهاية هي أخلاق تنبع من ذات الإنسان نفسه كما خلق الله. نعم. طبعا دكتورة ميمونة درويش الحاج الدجال أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس بجامعة سلطان قابوس، شكرا لحضورك معنا. وأنا أقول لك أني زين أني شفتك، يعني أني اشتقت لك كثير. شكرا. وأنا أشكرك، أنت دائما مذيعة متألقة حبيبتي. ما شاء الله عليك، وصديقة عزيزة. الله يسلمك. وأنا أشكركم وأشكر القائمين على الجهود الجبارة، وعندي يعني رجاء أن موضوع الأخلاق أصبح موضوع الساعة، يعني مش موضوع مرتبط بالدين فقط. يعني هو يعني ما له سمات معينة، يعني أنا ما أربط الشكل بالأخلاق. الأخلاق شيء داخل الناس، وخاصة يعني ما لها عمر معين. يعني ما نقول ان الشباب هم اللي نركز عليهم موضوع الاخلاق. الاخلاق من ينولد الانسان المفروض يتطبع بالاخلاق. بنرجع للحديث مره ثانيه. شكرا لك دكتوره، شكرا لك على حضورك وشرفتينا. اذا احبتي بعد هذا الحديث الجميل، لنكن ذو اخلاق راقيه، لنكن ايضا ذو تصرفات عاليه، سواء هنا سواء في بيتنا سواء في المجتمع سواء ايضا خارج الوطن، لنحمل ايضا رساله الاسلام بمفهومنا وهو الدين معاملة. إذن معاكم مستمرين ومستكملين أيضا فقرات برنامجنا. خلنا نروح معاكم إلى تقرير المرشد السياحي، ثم لنا عودة في من صلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، ومساكم الله بالخير. اليوم فقرتنا كلها بخور وعود ولبان وروائح طيبة. اليوم حلقتنا حتكون عن المراكز الحرفية أو مراكز الإنتاج الحرفي في مدينة صلالة. من هذه المراكز للإنتاج الحرفي مركز ظفار، حيث يقع مركز ظفار خلف جريدة عمان وخلف دائرة الخدمات للمديرية العامة للخدمات الصحية. من أهم المعروضات في مركز ظفار تشكيلة واسعة من المجامر أو ما يطلق عليها بالمباخر، حيث توجد أحجام مختلفة وألوان مختلفة. وتقدر الإشارة هنا أن جميع هذه المنتجات هي صناعة يدوية على أيدي نساء من صلالة.
كما يوجد في مركز ظفار أنواع مختلفة من البخور الظفاري بروائح مختلفة وبعبوات مختلفة، كما يوجد أيضا اللبان بأنواع مختلفة وفي عبوات وأوزان مختلفة، وأيضا بالإضافة إلى هذا يوجد أيضا العديد من المصنوعات اليدوية الحرفية القديمة مثل المروحة التي كانت تستخدم قديما في تلطيف الجو. يوجد العديد من الأعمال السعفية في هذا المركز أيضا مثل ما نشاهد هنا، هذه نطلق عليها محليا الكفاية، غالبا ما تستخدم للأكل عليها، يوضع الصحن في الوسط ويتجمع الناس حول هذه المائدة ويأكلون عليها، طبعا أفضل من البلاستيك اللي في أيامنا الله يرحم أيام زمان. أيضا توجد العديد من السلال التي كانت تستخدم في أغراض مختلفة، هذه أعتقد كانت تستخدم في المزارع لجمع بعض المنتجات الزراعية. يوجد أيضا في مركز ظفار مجموعة وتشكيلة جميلة جدا من الثوب الظفاري، طبعا تم إضافة الكثير من اللمسات الحضارية على الثوب الظفاري في السنوات الأخيرة، من ضمن هذه اللمسات الكريستال، كذلك الخرز الملون والتطريزات ذات طابع عصري. يوجد في مركز ظفار تشكيلة من هذه الأثواب وكانت تستخدم في الأعراس، وغالبا ما تلبس العروس وأقاربها من الدرجة الأولى فساتين بنفس هذه الدرجة. كما ستحظى بفرصة في مركز صلالة للمنتجات الحرفية بمشاهدة تصنيع المجمر الظفاري أو المبخرة الظفارية، بدءا من كونها طين ثم عملية البناء والتشكيل ثم عملية حفر النقوش والتصاميم، بعد ذلك يتم وضعها في غرفة لتجف بعيدا عن أشعة الشمس، ثم توضع في الفرن حتى تنشف تماما، بعد ذلك في المرحلة الأخيرة يتم تلوين هذه المبخرة حتى تأخذ شكلها النهائي وجمالياتها النهائية. كما توجد بمركز صلالة للمنتجات الحرفية قاعة عبارة عن متحف مصغر لبعض المنتجات وبعض الأدوات التي كانت تستخدم قديما مثل الفانوس التي كان يستخدم للسراج والإضاءة، بعض أدوات المطبخ القديمة، كما يوجد أجزاء من أبواب خارجية لبعض المنازل الكبيرة، كما توجد الأداة التي تستخدم لدق الحبوب لصناعة الطحين وتنتهي بصناعة الخبز، كما يوجد أيضا في هذه القاعة سرير القديم. عزيزي السائح والزائر لمحافظة ظفار، في حالة رغبتك تفادي الزحمة الموجودة في سوق الحافة بإمكانك أن تتوجه لهذه المراكز لشراء البخور واللبان والمنتجات الأخرى. كما أود الإفادة أنه هذه المراكز قائمة على جهود ذاتية لبعض الأخوات من محافظة ظفار، فعلينا دعم هذه المراكز من خلال شراء المنتجات منها، لأنهم يقومون بدور كبير في الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للمحافظة والحفاظ على هذه الأشياء الحرفية من الاندثار. نتمنى في ختام هذه الفقرة أنكم استمتعتم معنا، وإلى أن نلقاكم في فقرة أخرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت. حياك الله، يا مرحبا يا مرحبا، تفضل. حياك الله سيدي، هلا والله، هلا هلا. اليوم حلقتنا يا جماعة حبيناها يكونها في الشكل والمضمون مختلف من خلال كشتتنا اليومية. ضيفنا الله يعطيه الصحة والعافية، على قولتهم فريش توا واصل، يعني ما له يومين، من البرازيل بمشاركة شبابية رائعة، حبينا تكون له بصمة وتوقيع مميز من خلال هذه الكشتة اليومية في برنامجنا من صلالة. سعيد بن أمان الله بن سعيد، يا مرحبا فيك وحياك الله. نورتنا يا سعيد، الحمد لله على السلامة، منور ويسلم له الحس. الله يعطيك صحة، يعطيك العافية. خلينا شوي نتعرف على الآلة الموجودة عندك عشان اللي ما يعرفها. يعني الآلة طبعا هذا آلة اسكتلندية مصنوعة في بريطانيا في اسكتلند، ومعروفة مشهورة يعني. نعم، الآلة هذه انها مصنوعة في اسكتلند، وصار الحين ما شاء الله جميع القوات المسلحة هنا، الموسيقى العسكرية هنا، فيها فرقة خاصة متخصصة في فرق، وليس فرقة هنا، في فرق أكثر عن فرقة يعني. نعم، الحرس الأسرية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. بالنسبة لك أنت عشقك مع هذه الآلة من متى بدأ؟ 93 واستمريت أنت على طول فيها؟ استمريت عليها بين فترة أرجع عليها وبين فترة أودرها، والحمد لله. إذا إحنا قبل ما ندخل في التفاصيل حبينا نضيفك، تفضل على الحلوة بعدين نتكلم مع بعض. بعدين نتضيف. اي نتكلم وبعدين نتضيف. زين، اعطيك قهوتك. حياك الله يا هشام. زين، انا ودي شوي نتكلم عن جولتك الاخيره، كانت نهايتها. عليكم السلام يا هشام، حياك الله. كانت اخرها في البرازيل صح؟ كانت اخرها في البرازيل، نعم. سافرنا تاريخ 27 احسنت 27 7 ورجعنا 11 8. وكان قبلها وين ان شاء الله؟ كان قبلها كوريا. ما شاء الله، كوريا الجنوبية. نعم. زين، خليني أكثر مشاركة أنت حسيتها أنها كانت إبداع، بس بعد ما تشرب قهوتك تفضل. بسم الله. اليوم أجوانا مع القربة والجو الخريف الرائع هذا رائعة، وقهوة الشام الله يعطيك العافية. أحسنت يا شيخ. أحسنت، بارك الله فيك، تسلم. أحسنت، بارك الله فيك. أكثر جولة بالنسبة لك كانت مميزة، كانت من حضور المشاركين اللي تفاعلوا معك حتى في جمهورية الصين الشعبية؟ نعم، جمهورية الصين. جمهورية الصين أكثر شيء لفت نظرهم إيش هو؟ يعني صراحة أجواء ما أقدر أوصفها يعني، ولا أقدر أنسيها يعني. أفضل يوم تقريبا في مسيرتي الفنية بالآلة القربة هذاك اليوم كان في عام 2009 تقريبا. نعم. زين، اذا كان ممكن تشرح لي، لان احنا نشوف بعضها اشكال ابسط من كذا، وهذه ما شاء الله فيها اكثر من مزمار ومخرج هواء. شوي نشرحها على الهواء اذا كان ممكن ترفعها تروي الناس. ممكن يعني. ما مش لا. القطع يعني مكونه من ايش؟ هذا المزمار اللي منه يطلع النغم. من يعني من هنا يطلع النغم اللي اسمه شبس. شبس باللغه العاميه يعني. هنا. هنا يطلع النغم اللي هو قطعه صغيره اسمها ريشه. ريشه يعني. وطبعا هذا الجلد كان زمان يستخدموه جلد حيوان. اي نعم، الله يعزك ويعزك يا جه الله. تمام، الحين طبوا المساله عملوا لها كيس بلاستيك تقريبا. اي نعم،
ممتاز. وهذا منفخ حلو. طبعا ومأمن من الداخل في قطعة ما طلعت الهواء للخارج على أساس أنه يكون العازف عنده يعني في أريحية. هي نعم. تمام. وهذا اسمها الباوندات. هل تعطي التضخيم؟ الدوزان. حلو حلو. تمام. وداخل هذا في رياش أيضا. هي نعم. يعني طويلة كذا. زين، هل الآلة هذه تحتاج نفس بالنسبة للعازف؟ لا مش نفس، ميزان. ميزان ميزان. إذا إحنا بنسمع مقطوعة ثانية في نفس المكان عشان كذا الأجواء الخريفية. طيب إن شاء الله. على ما أنا أقول للجمهور اللي قاعد يتابعنا، تفضل. اليوم زي ما قلنا لكم من خلال الله 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 عليك، احنا بتشوفون ترى سعيد بنتعبه شوي كل مره بنقومه وبنجلسه، ولكن لان الاله هذه لها يعني نقدر نقول اصول في عمليه العزف، لازم يكون مستقيم العازف. نشوفها مع بعض. تفضل تفضل روح حياك. إذن أحبتي ما شاء الله بعد هالعزف إن شاء الله مستكملين أيضا مع ضيفنا وهالمعزوفات الجميلة في كشتة الزميل السباح. إذن بنروح لوين؟ بنروح لربط مع الزميل سالم العامري. وسالم تعرفوا وين اليوم رايح؟ رايح إلى ولاية رخيوت. سالم. شريفة، مساكم أمطار وأيضا مساء الخير لكل الطاقم والمشاهدين. اليوم أمطار مش رذاذ. أمطار ما شاء الله. يمكن أمطار، لأنه حتى من خلال الخلفية اللي تشاهدوها هي أمطار، وهي اللي حالت بيننا وبين الربط في بداية البرنامج. نعم. لأن اليوم سبحان الله اليوم تغير الجو بشكل عام في جبال ظفار. فعلا فعلا. نحن في ولاية رخيوت، بالقرب من ولاية رخيوت تحديدا في منطقة اسمها أمبروف، هكذا تسمى بالمحلية، من المناطق الجميلة والرائعة، والكثير من هوات التصوير التقطوا صور جميلة في موسم السرب لهذه المنطقة الرائعة. بالقرب منها أيضا منطقة تسمى ثيروز، وأيضا مدينة رخيوت تقريبا تبعد حدود 15 كيلو من هذا المكان. إطلالات أيضا كثيرة ومتنوعة في ولاية رخيوت. حتى أنت اليوم كاشخ يا سالم. ها؟ اليوم كلكم كاشخين، شو سالفتكم؟ هذه السبوعية تلبس طبعا في أوقات المطر، وتحديدا الشيبان وكبار السن. اليوم اخترناها لتتلائم مع الأجواء جميلة الممطرة في ولاية
في ولايه الخيوط. جميله ملموسه هنا ان شاء الله يا رب. الجو الاجواء كثير رائعه، امطار من مرتفعات كيسان ووصولا الى هذه المنطقه وهي امطار مستمره. ولايه الخيوط طبعا تشتهر بالكثير من العيون، منها عين منهال تبعد حدود 7 كيلو من هذا المكان، وتشتهر ايضا بعذوبه المياه منهال والكثير من الاطلالات الجميله مثل انيتوخ وانينوت كنزور مرتفع، ايضا مرتفعات دنت، الكثير من الاطلالات الجميله. مبين يا سالم طبعا، نعم مبين من خلال التصوير الجميل في هذه الولايه والاماكن الرائعه. نعم طبعا، ونشوف ايضا الزهور وايضا كذا تاثير ايضا المطر على هذه النباتات والكائنات الموجوده. ما ادري عندك ضيوف؟ نعم يا سالم في موقعك حاليا؟ عندي ضيوف، تعرف عليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. علي بن محمد بن حمود الرواحي من محافظة الداخلية ولاية إزكي. جميل علي، لو نتحدث عن وصولك إلى ولاية الخيوط وهذه الأماكن. نعم والله تحديدا انطلقنا من ولاية إزكي يوم الثلاثاء، فاليومين الماضيات قضيناهم في منطقة طوع تير وشلالات دربات، بس كان الوقت متأخر عندنا للوصول، فالحين احنا في منطقة خيوط منطلقين ان شاء الله باذن الله بعد قليل الى منطقه ظلكوت. ولايه ظلكوت ان شاء الله، ولايه ظلكوت. جميل، لو نتحدث عن الاماكن اللي زرتوها. والله هي شلالات دربات، رحنا لمنطقه دربات وطوع تير وسوق الحافه، وبالامس بالليل كنا في مهرجان خريف صلالة. جميل. إيه نعم. وصولكم إلى المنطقة الغربية هذه تسمى طبعا من مرتفعات كيسان مرورا إلى ولاية الخيوط وظلكوت المنطقة الغربية، وصولكم إلى هذه الولاية بالتحديد هل كان عن طريق مثلا خرائط معينة أو دليل أو كذا يعني؟ لا والله بالعكس، إحنا يمكن ثامن مرة هذه أكون في منطقة صلالة، العام الماضي والعام اللي قبله والسنوات الماضية نفس الشيء كنت في صلالة، واليوم ما شاء الله يعني الأجواء خريفية بشكل يعني الضباب والرذاذ ما شاء الله يعني على منطقة الخيوط بالأخص يعني. هي نعم. أشكرك والله، جزاك الله الخير، مشكورين، أحسنتوا أحسنتوا. شريفة أيضا مثل ما تشاهدوا اليوم أمطار. أيوة خبروا. أنا ما في ولاية في ولاية الخيوط الكثير ايضا من الخدمات موجوده سواء على في شهب اصعيب، نيابه شهب اصعيب، او في مركز المدينه ولايه الخيوط. الاجواء كثير جميله وهي ممطره وضباب كثيف ايضا. نتمنى من جميع الزائرين والقادمين الى هذه الولايه ايضا اخذ الحيطه والحذر واحتياطاتهم، لانه الرؤيه قد تكون ضعيفه في الكثير من الاماكن. شكرا يا سالم، يعطيك العافية على هذه التغطية الجميلة، وتحياتي لك والفريق العمل المتواجد معك وأيضا فريق التصوير، ما قصرتوا يا شباب وكل ضيوفك الموجودين. من سالم إلى كشتتنا بالتحديد في جبل أتين في برنامجنا من صلالة، اليوم ضيفنا سعيد بن أمان الله بن سعيد اللي منورنا ما شاء الله تبارك الله في حلقة اليوم، وبنسمع معه مجموعة من المقطوعات. حبيت النانا على القربة، جديد هذا بالنسبة لي أنا. إيش المقطوعات بعد المحلية اللي تحاول تحرص أنك تعزفها على القربة وسهلة نقدر نقول؟ اي مقطوعه شعبيه ممكن تتماشى، حتى لو صار مقامها شرقي او شيء من القبيل ممكن بحركه الاصابع نقدر نسيك شوي. اي حلو حلو. زين اللي يبغى يتعلم الاله ايش كثر لازم، او الاحترافيه من وين ياخذ؟ اذا الرغبه موجوده ما يعني ما تطول عن شهرين. شهرين اذا الرغبه اذا الرغبه موجودة. اما بدون رغبه عاد يلا. زين ايش اللي يشدك عشان تحول المقطوعه هذه الموسيقيه للعزف؟ الأغنية شهرتها ولا مثلا لها إرث؟ اللحن أحيانا يجذب الإنسان، يعيش في روحك حتى الداخل، تجلس بين فترة وفترة في بعض الألحان ترسخ في الذهن. صحيح. لما تسمعها تشدك. إيه. وترسخ، فتجلس كل وقت
زين الحين ما شاء الله في فترة الأعراس في المحافظة اليوم أتوقع في أكثر من عقد بصير بكرة ودائما فترة الأجازات نهاية الأسبوع. آلة القربة صارت موجودة الحين في المدار، في الربوبة، في البرعة بعض مرات. أكثر الفنون تحسها قريبة معها، ممكن تتماشى مع الفن. فن البحر المديم. البحر المديم أكثر شيء، أكثر واحد. أفضل واحد وأكثر واحد. ممتاز. بس المدار ما يعني مش كثير. ما يعني ما تناسب معاه القربة. نعم. في المدار أو في البرعة. أي نعم. أما الفن البحري طبعا. زي إيش بتسمعنا بعد شوي أنت؟ والله تحت أمرك أنت. زي لا خلينا إذا بتسمعني أكثر من مقطوعة بيكون واجد حلو. طيب إيش خلينا عشان الناس تكون عندها فكرة من حين تتحمس، إيش المقطوعة الأولى بتكون؟ أنا بعزف الناس تخمن. والناس تخمن. حلو. وإن شاء الله أنا العقاب إن شاء الله. إذن على ما يجهز نفسه سعيد في المقطوعة القادمة، خليكم معانا ولقطات خريفية وبنسمع إن شاء الله نغم شجي وآلة رائعة، آلة القربة. على ما يركب الميكروفون خليها أنا أركب لك إياه ثاني خلاص؟ لا جيب أجهز لك إياه. اليوم جونا إحنا إبداعي يا الله في عرسك إن شاء الله. يا الله تفضل. يلا تفضل. ها؟ خذ راحتك. روح. هنا؟ لا روح المكان أحسن. من الأشياء التي تبدو صغيرة تكبر أحلامنا معا نحو عالم أفضل.
فنسعى بخطى حديثة لنحقق آمالنا المشتركة، لنبني معا غدا مشرقا. المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. نلامس حياة الناس. برنامج نسائم على سيارتي مازا 6 خلال برنامج مساء المهرجان بتاريخ 20 و30 من أغسطس في تمام الساعة 8:30 على تلفزيون سلطنة عمان. أرسل كلمة نسائم على الرقم 90458 لمشتركي عمان تل وأريد، وضاعف فرصتك بالفوز. مهرجان صلالة السياحي 2015. يرجى أخذ الحيطة والحذر عند الاقتراب من الشواطئ خلال موسم الخريف، وتجنب السباحة نظراً لارتفاع موج البحر. مع تحيات وزارة السياحة. وزي ما لاحظتم من خلال هذه الأجواء الخريفية وهذه المتعة مع ضيوفنا دائما ينورونا في هذه الكشتة. قبل بس ما الختام، حاب أعرف مشوار القادم بالنسبة لسعيد، وين بتروح إن شاء الله؟ القادم بإذن الله راح في توجه هناك يكون إلى سويسرا بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. مشاركة إيش بتكون؟ شبابية. أسبوع ثقافي عماني أظن تقريبا. حلو. وطبعا بتمتعهم بالمقطوعات الموسيقية بإذن الله. بإذن الله يوفقك إن شاء الله. وأيضا في يعني اسمه توصيل الرسالة الفن العماني. حلو. إلى أكثر من دولة يعني سويسرا. فكرت إنك تسجلها مقطوعات، يكون عندك سي دي خاص كذا؟ نعم، عندي سي دي خاص، قلت جزئين يعني، الجزء الأول والجزء الثاني. نعم. قادم ان شاء الله للعلم، ترى هو مجهز يعني، اعطانا مجموعه من المقطوعات ان شاء الله بننزلها في وقت لاحق من وقت برنامجنا والحلقات القادمه على هذه الاجواء الخريفيه. مشكور يا سعيد، تسلم. الشكر. يعطيك العافيه، جزاك الله الف خير وتشرف، ونورتنا الله يخليك. تسلم. انتهت كشتتنا، وبكره اكيد بتكون عندنا كشته جديده، فتابعونا. حياكم. شفتوا كشتة عبد الله كيف حلوة اليوم وحلوة بالأجواء الطيبة؟ لاحظتوا كيف الهواء يفرفر الخيمة والكشتة الرائعة؟ طبعا تحية أيضا لكل المصورين الموجودين معانا اللي فعلا يلتقطون أجمل اللحظات وأجمل اللقطات خاصة في هذا الموقع الجميل. أيضا شكرا للمصور سالم سوخرون طبعا اللي موجود معانا في الاستوديو، يعطيه العافية. إذا نحن معاكم لتصويركم، لإبداعاتكم، لتميزكم، وين؟ في هاشتاج سيلفي من صلالة وهاشتاج من صلالة الموجودين في الانستغرام، وأيضا هاشتاج من صلالة الموجود على تويتر. نبدأ بسم الله، نقول أول صورة. بسم الله، هذه الصورة الجميلة كثير حلوة، شكرا اللي رسلها. الصورة الثانية، أيضا هذه الصورة الحلوة، شكرا اللي رسلها. نروح لصورة ثانية، هذه الصورة الرائعة من ضلكوت. طبعا هذه الولاية الجميلة الرائعة، واللي ما يروح ضلكوت ولا يروح رخيوت ما كان نجي صلالة. نروح لصورة ثانية،
هذه الصورة أيضا من جبال الشرق، كثير حلوة من جيلوب. أيضا هذه الصورة الجميلة جدا، صورة من زاوية أخرى، عين أرزات. عين أرزات نحن قلنا أن هالعين كثير 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 رائعة، طبعا فيها كثير من الزهور والجماليات الجميلة، وفيها سبحان الله طيور وأعشاش الطيور تشوفونها كلها على الأشجار متسلقة. أيضا نروح لها، نروح لوين؟ لسيلفي. شفتوا كيف شاطري تسمعون الكلام؟ خبرتكم كشتاتكم وطلعاتكم وجلساتكم، صوروها واشتركوا فيها معنا عشان نطلعها. كثير حلوة الصورة، الله يحفظكم يا شباب اللي شاركونا بهاي الصورة الجميلة. أيضا هذا السيلفي الحلو، شكرا شكرا أخي لأنك رسلتها وشاركنا فيها. أيضا هذا السيلفي الجميل للشباب، يعطيكم العافية يا رب، كثير حلوة. وين كنتوا؟ ما كاتبين وين كنتوا، أنا ما خبرتكم تكتبون الهاشتاقات المناطق والولايات. كثير حلوة طبعا للكشافة، كشافة المخيم، كشافة عمان، خلكم كذا دائما والله يحرسكم يا رب، ونشوفكم دائما في أعلى المراتب. هذه الصورة وصلتني أنا على الدايركت في الانستغرام. زينكم يا جماعة، ترى مو أنا اللي أختار الصور، والله في ناس مختصين هنا هم يختارون الصور، فما تزعلون إذا أنا ما أرد عليكم. شكرا للصورة هذه. أيضا نروح لتويتر الآن، صورة وصلتنا كثير حلوة، تصوير محمد تبوك، شكرا. ايضا هذه الصورة الجميلة من وادي ويش، من وادي نحيز، طبعا هذا الوادي الجميل واللي يشتهر ايضا بكثير من المناظر الجمالية الرائعة. وهذه الصورة ايضا اللي وصلتنا على هاشتاج اللي في تويتر من صلالة، وكثير حلوة، من علي زيدان جعبوب، شكرا لك يا علي. ايضا هذه الصورة الجميلة، غانم الكثيري، شكرا، صورة فعلا 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 رائعة، شكرا. وهذه الصورة الجميلة أيضا، يعني سبحان الله أنت طالع على الشارع بتحصل خضرة، بتحصل كائنات حية، بتحصل المطر، تحصل الرذاذ، الضباب، أيضا البحر، صورة مكتملة. إذا هذه معظم صورنا اللي وصلتنا، إن شاء الله أيضا اللي يتابعونا كذا عجبتهم هذه الإطلالات الجميلة، وهي أيضا دعوة من خلال المشتركين بالهاشتاغات أنكم أنتوا تجون بأنفسكم تشوفون وتناظرون هذه المناطق الجميلة والولايات الرائعة والأماكن السياحية الجميلة اللي تشتهر فيها محافظتنا الجميلة. نقول يا رب يحفظ لنا هالسلطنة ويحفظ لنا مولاي. بعد هذا الفاصل نرد لكم.
تعرفوا ايش احلى شيء؟ استكانة شاي غدا غدا غدا، يعني بمعنى غدا، طلع بهذا الجو الجميل. اليوم ما حد يرجع البيت. اذا احنا ايضا ننتقل معاكم مع فقراتنا الجميله وما تبقى منها. الحين بنروح وين؟ اروح لصلاله تايم مع الزميل حسين جعبوب. اكيد حسين اليوم له حكايه منفرده، خاصه لان اليوم حلقتنا كثير رائعه منفرده. خليكم مع حسين جعبوب وردي لكم. يا هلا يا مرحبا يا حيهم في صلالة تايم، متواصلين معكم بإذن الله في هالفقرة اللي نحاول من خلالها نسولف ونسأل وندردش ونضحك وناخذ ونعطي مع الرايح واللي جاي. واخترنا موقع الفقرة اليوم من عين ثوم، تابعونا. يا هلا مرحبا. مرحبتين. ايش الستايل والكشخه هذه؟ والله مثل ما تعرف ما شاء الله اجواء يعني تقبرك انك تعمل ستايل شويه على اساس انك تتاقلم معها وكذا. بس عجبتني المقوله هذه، عجزت اوصف شعوري بعشقك يا عمان. والله عاد تعرف عماني ويقول لك مره الدم عماني، فيفترض انك عاده ما تروح تبرز شخصيتك يعني. اكيد اكيد عزيز الله يحفظك. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. اكيد. في انواع من العيون، في عيون بارده وعيون حاره، ليش هذه العيون حاره؟ والله ويش من العيون تقصد؟ العيون المائية أو عيون البشر يعني؟ العيون المائية. العيون المائية عادة تقدر تقول يمكن العين اللي تطلع من مكان متعمق شوية أو من تحت الأرض من باطن الأرض تكون شوية حارة نوعا ما. العيون اللي تكون قريبة شوية من سطح الأرض ممكن أنها تكون باردة. جميل جميل. طيب ممكن أسألك سؤال ثاني؟ تفضل تفضل. ما هي أنواع الموائل الموجودة في المحيط الحيوي للعيون المائية؟ كيف؟ ما هي أنواع الموائل الموجودة في المحيط الحيوي للعيون المائية؟ موائل العيون، سؤال ما واضح حقيقة. يا هلا مرحبا. هلا بيك. شو أخبارك؟ بخير الله يسلمك. تمشيت واستانستوا؟ الحمد لله. أنا أشوف أخوياك رشحوك أنك أنت تتكلم، يعني المتحدث الرسمي بالنسبة لهم ولا إيش سالفة؟ لا لا بس يستحون شوي. ما هي أنواع الموائل الطبيعية الموجودة في المحيط الحيوي للعيون المائية؟ كأنك تورطني. يا هلا مرحبا. يا مرحبتين. شو أخبارك؟ عساك طيب؟ الحمد لله طيب. طاب حالك؟ مستانس ولا؟ والله ما وايد. عفا ما يصير. اسمعني، أشوف نظارتك حلوة بس ما في شمس. لا لا لا، تعرف ليش؟ لأن هذه النظارة كانت وسخة وايد ولبستها النظارة الحين، لأنها يعني الجو تعرف تعرف تعطي. ما في شمس هنا، ما راح رؤية ما راح تكون واضحة بالنسبة لك. أوكي، تعطي نظرة حق التصوير هذه. حق التصوير. طيب ممكن أسألك سؤال؟ ممكن. ما هي أنواع الموائل الموجودة في المحيط الحيوي للعيون المائية؟ وش؟ موال؟ أنواع. يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا بك اخوي. شو اخبارك؟ عساك طيب؟ طيب والله الحمد. انا عجبني هذا الستايل مال كوبوي وهذه الامور. بالطبع الواحد يحاول يعني اي بالطبع كذا. صحيح صح. الله يعطيك الصحه والعافيه. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. ما هي انواع الموائل الطبيعيه الموجوده في المحيط الحيوي للعيون المائيه؟ الموائل الطبيعيه. أول شيء عن الموائل الطبيعية، إيش عن الموائل؟ أنا أسألك هذا السؤال جاوبني. أنا بعرف إيش معنى موائل يعني أول شيء. ما أقصد موال، أنا ما أقصد موال، أقصد الموائل الطبيعية. ما المناظر الطبيعية؟ الموائل الطبيعية. شو أخبارك؟ عساك طيبة؟ طيبة الحمد لله، الله يخليك، الله يسلمك. الله يعطيك الصحة والعافية. ممكن ندردش ونسولف وأسأل بعض الأسئلة وزي كذا عادي؟ عادي تفضل. طيب، ما هي أنواع الموائل الطبيعية الموجودة في المحيط الحيوي للعيون المائية؟ صلالة تايم، I don't know. يلا أعطيك العافية، الله يسلمك.
بهذه الفقرات مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى الختام. أتمنى يا رب قدرنا نرسم البسمة على محياكم ونمتعكم بهذه المناظر الجميلة. دائما نقول واجب الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكريمة، واكثروا دائما من الدعاء ولحظة سقوط المطر بالذات عشان ربي يفتح عليكم وعلينا. سلام عليكم. أمين يا رب العالمين. نحن نقول أيضا من خلال هذه الأجواء الطيبة وهذه المناظر المنعشة الجميلة، واليوم الجو مغاير، نرجع ونقول اطلعوا لا تجلسوا في بيوتكم. نحن غدا ملتقين فيكم بحلقة جديدة وأيضا حلقة كذا إن شاء الله فقرات منوعة وجميلة. إلى ذلك الحين هذه التحية الطاقة من عمل أيضا مخرجنا المبدع عامر العامري. في أمان الله وحفظه. بحرها الساحر.